في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أرسلت الوزارة خطابا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها بدخول الامتحان لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك للعام الدراسي 2024-2025. وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المسموح لها دخول الامتحان تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، والمقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024-2025، والطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012-2013، وهو تاريخ بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوي على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم. كما أعلنت الوزارة أن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يؤدون الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع، وجميعها مواد نجاح ورسوب.